واش نقول؟ ان شاء الله بلادنا تطلع، ان شاء الله مازالها تطلع كل ورده ضربت ناعين، الله يعطيهم العمى. بصح الحمد لله الجزائر ديما واقفه ومازالهم الفنانين هنا، وربي قدرنا على كل شيء. 8 جوان اليوم الوطني للفنان وجائزه رئيس الجمهوريه علي معاشي، عنوانين لتاريخ واحد لمكانة الفنان، للاحتفال بالإنتاج الفني، الاحتفال بالإنتاج الفكري والإبداعي. نتمنى أن تكون مرافقة من الوزارة، من المؤسسات، أن تستمر هذه المرافقة، لأنه الثقافة بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى مرافقة، بحاجة أيضا إلى اشتراك القطاع الخاص فيها، المستثمر بحاجة أنه يستثمر في السينما، لما لا يستثمر في 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 المسرح، يستثمر في 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 كثير من الأمور اللي قادر القطاع الخاص، لأنه قطاع السينما قطاع اقتصاديا مربح، كي نخدم منتج جيد، كي ندير فيلم قوي يجيب دراهمه، والأمثلة موجودة معروفة، ويخلق مناصب عمل ويشكل قيمة مضافة. إذا لما لا أيضا قادر القطاع الخاص يجوا معنا. مرحبا يا سيدي. أتوجه يعني بتحياتي الخالصة إلى كل الفنانين والفنانات بهذا المناسبة. أنا كممثل كل مرة، كل ما يكون هذا عيد الفنان نقول بالك إن شاء الله اليوم هذا راح يخرجونا بخبار، وإن الفنان يفرح، يخرجونا بيعني قانون جديد للفنان. ولكن يا للأسف بكل صراحة أنا نقولها، سواء يكون الوزارة اللي فاتوا وزير ولا وزيرة، ما لحقوش يعني باش يعني يحققوا أمنية الفنان اللي هي قانون الفنان. وأنا كممثل أنا تمنيت يعني لو كان يعني المشوار تاعي اديته غير أعمال يعني تلفزيونية مسرحية وسينمائية، أنا نعمل قانون فنان النفسي، لأنه الفنان راه كما هو كما الناس، عنده العقوبة نتاعو، عنده يعني العائلة، عنده كل شيء وكاع. واليوم إن شاء الله رانا نستناو ممكن الوزيرة الجديدة، ومع ما دام رانا مع يعني جزائر جديدة يكون فيه خبر جديد وين يفرحوا الفنان ويقولوا له باللي خلاص يعني قانون فنان رايحين نمضيو عليه في الايام المقبله. نشكر الوزيره على هذا الاستضافه، هذا الحفل، حفل تكريم. أنا يعني الوزيرة نحترمها بزاف، وعلى بالي يعني عندي ثقة كبيرة فيها، لأني على بالي بلي راح تخدم للفنان وللفن الجزائري، وعندي أمل إن شاء الله أنه الفنان راح يكون عنده حقوقه كامل إن شاء الله في المستقبل، وراح نكونوا إن شاء الله في المستوى بإذن الله. التكريم هذا يا وليدي حاجة قليلة، حاجة قليلة. حنا رانا فنانين، انا ملي طلع النهار وحنا نجبدو، وانا حياتي كاع فن، حياتي كاع وانا نجبدو الكسر في راسي ونجي نخدم ومن بعد في التأخير تصيب روحك حاجة ضعيفة. حنا درنا اللي علينا، مازالنا نديرو على كل حالة. انا مازالني نجبد، راني مريض وراني مكسر، راني رجلي مقطعه، راهي كدا، ولكن مازالني نجبد. كي توالي ونعاود نرفد الموندول ونعاود نكتب ونعاود، كي توالي مانيش عارف وقتاش، مي كي توالي. اليوم رانا مدعوين من طرف وزاره الثقافه في اليوم الوطني للفنان، يعني نقول بهذه المناسبه كل عام وكل الفنانين الجزائريين بخير. والمفروض يعني الفنان ما يكونش عنده يوم واحد، الفنان كل سنة ليه،
ان شاء الله يا ربي يعني الوضع الفن عموما يتحسن في الجزائر، وضع الثقافه بالعموم يتحسن، وامورات يعني اللي متروكين بدون رقابه يكون عندهم يعني يكون نظر ليهم اكثر، والنقائص اللي كاينه ان شاء الله يا ربي في الايام المقبله يشوفوا ليها ويحاولوا يداركوها، ونحاولوا كامل يعني كفنانين وكمسؤولين انه نطلعوا بالفن الجزائري ونحسنوا خصوصا صوره الفن وصوره الثقافه الجزائريه في الوطن العربي وفي العالم. لا فد لا فد دو لارتيست سي اوغوزمون عندك اوني لا اوني توس لا عندك لا يمونا كامل صافي بليزير. ماذا بينا حنايا اش غادي نقول لك، يخدموا لي جون تاعنا يخدمونا بور نوصلوا رساله، باسكو عندنا رساله حنا لي زارتيست، رساله صحيحه ماشي تاع الملاهي، رساله تاع الراي تاع الصح. دونك فوالا اون ميساج افير بور لا جونيس تاعنا باش يشوفونا مادامنا حنايا حيين، هاد الصغار اللي يشوفونا بور ليستوار تاعهم. اي سي سا لا جي اي سي لو سول جروب دون لو موند عرب راينا راي كي افي ان ترافاي كونتمبورين، ميزيك كونتمبورين، مودرن كونتمبورين، نو سوم لو سول جروب في الموند عرب. دونك حاجه مادا بيهم يشوفوا اش خدمنا تو جو دوموند انا بور السيستم كما نقولوا بور المينيستر دو كولتور كاع سا سيري بيان كو يخدموا مع هادي عامين ما خدمناش تاع الكوفيد وكاع يخدمونا دون الولاية، خاطر لا جونس تاعنا مسحقه جوستومون اون فري ميوزيك اون في ترافاي سو سان اي دي فري بارول باش نبنوا بلادنا باش لا جونس تاعنا تعاود تطلع من جديد. نقول انه الى اجيال